انتهت اللجنة إلى ما تقدم، فقد خلصت إلى أن النتيجة النهائية لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية لعام 2014 هي: أولاً، عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 53,909,306 ناخباً. ثانياً، عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالخارج 318,033 ناخباً. عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالداخل 25,260,190 ناخباً. وبذلك يكون إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 25,578,223 ناخباً، بنسبة حضور بلغت 47.45% تقريباً. ثالثاً، عدد الأصوات الصحيحة 24,537,615 صوتاً، بنسبة 95.93% تقريباً، مقارنة بعدد أصوات من أدلوا بأصواتهم. رابعاً، عدد الأصوات الباطلة 1,040,608 صوتاً، بنسبة 4.7% تقريباً، مقارنة بعدد من أدلوا بأصواتهم. خامساً، عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين: 1. السيد عبد الفتاح سعيد خليل حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي حصل على 23,780,104 صوت. خلص السقافة بس. عدد الأصوات دي واحدة بس، عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين بدون مقاطعة لو سمحت: 1. السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي حصل على 23,780,104 صوتا، بنسبة 96.91% تقريبا، مقارنة بعدد الأصوات الصحيحة. 2. السيد حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي حصل على 757,511 صوتا، بنسبة 3.9% من المية تقريبا، مقارنة بعدد الأصوات الصحيحة. وبالبناء على ما تقدم، يكون الفائز بمنصب رئيس الجمهورية مصر العربية في الانتخابات التي تمت في الخارج أيام 15 و16 و17 و18 و19 من مايو 2014، وفي الداخل أيام 26 و27 و28 من مايو 2014، هو السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. يا واحدة لو سمحت.